وكأنه كل صورة بقصة، ونحن مع كل صورة بتبعتوها على اليوريبورت على الويب سايت mdv.com.ld بنعمل منها قصة. بيقولوا الحاجة أم الاختراع، ولما تكون بحاجة تنقل هالقد غراض يعني ضروري تعمل هيك. ما أنت خينا وحبيب قلبنا، بتعرف يعني نحن بلبنان قلبنا كبير وهيك، يعني عنا جو عيلة، فيا منروح كلنا يا ما حدا، وكل واحد بياخد كرسته معه، والسيارة الضيقة بتساع ألف محب. مدام تحكي للكاميرا الصورة بتطلع أحلى. إيه هيك مزبوط، مثل الأستاذ مزبوط، الله يخليك. وهلأ لو كنتوا رايحين على المدرسة معليش، ما في غيره الأوتوكار أصلا، بس حسنات القعدة يعني أنه بتتسقفوا، يعني شوفوا مثلا واسألوا عنه المرسيدس، وبتشوفوا العجيب مثلا هيدي يعني هند ميد، وهيدي عفوا مقلوبة، وهيدي نمرة باتمان. فيكن تتعلموا كمان يعني هندسة ديكور، هندسة ميكانيك، وهيدي السيارة اللي جاي من برا يعني اشتريها مكسورة قبل ما تكسرك لما تشتريها منيحة. استاذ حابب تشوف على العالي، انتبه بس ما تطير، وإذا بدك تعلي يلا انطر وجيب لك سلم دقيقتين إن شاء الله بس تقدر تطلع بهالطلوع. بتعرف الشاب متقل، بس ما بعرف إذا مسكرين الطريق أو بدهم يولعوها، بس هيئتهم عم يتناقشوا. وإذا تجرت بالنطرة يعني في ساندويش ديليفري، بس إن شاء الله ما تخبص على الضغط. وشو حلو بعد الأكل؟ سيجارة. عفوا هيدا الزوق، وهيدي كمان. أوكي هيدي هي السيجارة. بعرف شي بعصب استاذ يعني برملة ظهرك، ومدام كمان ما تعصبي كتير، بس بالموني لو تطلعوا شوي لفوق. ايه وطن هيدي اللي بعيد شايفها مزبوط. بعرف النطرة بالمطار صعبة، بس اللبنانية واصلين ليك لوين، وليك لوين كمان واصلين، بس اللي بيقهر انه في لبنانية ما قادرين يوصلوا ولو بدهم. شباب بليز بليز حدا يرد، انا بنص الطريق ضروري حدا يساعدني بليز، وينكن؟ وعهالنظافة ما فيك ما تكون غافي.